مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم فهد مباشر. نواحي بوسكورة ولاد صالح بالقرب من فيكتوريا، السيد اللي كيقول بأن الأب ديالو تم النصب عليه من طرف مواطن مغربي اللي كان شرى واحد الأرض من أيام الاستعمار، ياك، ومن بعد لقيتوها بأنها في أراضي ديال الأملاك المخزنية. هكا سيدي تكلم أنت واشرح لينا وقول لنا شنو كاين. 1970 الهجام، السلام عليكم، الهجامي محمد. انا كنسكن في النواحي ديال ولاد صالح، جوابر ولاد بوسكوره قرب فيكتوريا، الارض المسمات عبد القاضي، الرقم ديال التيتر ديالها 18661 سي، المساحه ديالها قرب 30 هكتار. في 1970 الوالد الله يرحمه شرى هذه الارض من عند واحد السيد، وذاك السيد غنصب على شي نصارى، شرى نصب عليهم وما كملش معاهم، عدوا غا وعد وذاك الوعد ما مسجل ما والو، ونصب على الوالد وباع لي هذه الارض هذه. لان علاش؟ لان سمع واحد الخطاب ملكي بان الاراضي ديال الدوله ديال الاجانب غادي تسترجع الدوله. تخلع ناض وبغى يفك عليه. ملي شاف الوالد في 1973 سكننا هنايا في هذه الارض، والوليد بدا كيستغل فيها، حيد من الحجار ودار فيها شجار وبنى فيها كوارا وديور ودار فيها جبير، وجات واحد الموقع استراتيجي دابا ولات حدا قرب فيكتوري ولات ساويه الثمن. المهم ناض الاب ديال السيد، ناض مشى للدومين، مشى للاملاك المخزنيه، قال لي تفوتوا لي هذه الارض. جمعت واحد اللجنه وزاريه في 1974 ملي شاف هو اللي باع الاب ديالي. مشى زعما مشى خزنه، مشى باش ملي شاف الوالد ما قلعوش الارض ما صادروهاش ليه، تنادم مع الحال قال لها نرجع الارض ديالي. مشى قال لهم راه واحد الارض راه عندي شاريه من عند النصارى، ودلا لهم بهذاك هذاك الوعد. هذوك دار جمعت واحد اللجنه الوزاريه في الرباط، هما كيقلبوا في الروجيست كيلقاو الوالد الله يرحمه حاط واحد النسخه ديال المشرى. هما يقول يا السيد راك بايع ليه، هما يكتبوا هذه وما هي عندي منها نسخه، النسخه هي هذه اللجنه الوزاريه هذه كتشهد بان راه البيع صحيح وخالص السيد. وفي 1974 في 75 ملي شافوا الوالد مسكين ما عارفش كان كيجري غير هنايا كيباغي يكمل معاه زعما البيع وداك الشيء، انسان امي ما قاريش هو. في 75 جات واحد الورقه بان راه الارض ضمتها الدوله، عندنا منها وثيقه حتى هي، صيفطوا للهجامي عبد السلام. كنت فاجئ بالسيد كيدعينا على الفسخ البيع، ابتداء استئناف نقد عدم قبول الطلب، عاوتاني دعانا ابتداء استئناف نقد عدم قبول الطلب، عاوتاني دعانا من جديد عدم قبول الطلب في جميع المراحل ديالها حتى الاخر، ثلاث مرات كيدعينا بالابتدائي ديالها بالنقد ديالها. في 2007 كنت فاجئ بالسيد عاوتاني دعانا دعوه اخرى جديده فسخ البيع. المهم كانت المراحل ديال المحكمه كانت تجاوزات، حكموا علينا بالافراغ، حكموا علينا بفسخ البيع. المهم مشات المراحل كامله لان علاش؟ كان تدخل في الشأن القضائي. في 2010 جانا النقد بان راه السيد ايدوا الحكم ديال فسخ البيع. مشيت للدومين ديت معايا الحكامات، قال لي الدومين حنا ما كنعترفوش بهذه الحكامات، حنا كنعترفوا الدومين ديال الرباط ولا الدومين ديال الاملاك المخزنيه ديال الدار البيضاء. قال لك بان هاد الاحكامات حنا كان عندنا ظاهر ديال 1973 جوج مارس، هو اللي اي مواطن مغربي اللي كيشهد بها الحسن الثاني الله يرحمه، اي مواطن مغربي اللي كيستغل شي ارض راه كتفوت ليه الدوله. حنا دابا 50 عام حنا كنستغلوها، كنملكوها ملكناها وكانت غاي صالح الفلاحه ولا الزراعه ولا. وفي 2014 كنتفاجئوا بولاد الخصم كي افراغ، دعوه الافراغ. استغربنا اللي شافه كيبدا يضحك يقول كيفاش هادي غيفرغوكم الارض في سمية الدوله، باقا في سمية الدوله. المهم المندوب كان تو لعب دار داك الشيء اللي باغي اللي خصو يديرو، ضامن مع الاخرين ضدنا حنايا يعني. عاود فاش المندوب اللي كان كيقول لي حنا ما كنعرفوش ذوك الحكامات، كنعرفو الظاهر ديال الجمارت اللي كيستغل شي ارض. المهم اعترف بهم همايا، حكمت على كتستغلو من 1973 حتى 2018 حتى 2020. في 2018 جا واحد المندوب جديد
كيقلب في الملفات كيلقى الخلل في الحكم ديال الابتدائي ديال الافراق نهار السنف ضدهم. قال ما يمكنش هذا الشيء تلاعب في املاك المخزنيه والسيد كيتستغل. مشيت لعندو قال لي انا غنستانف راني استانف ضدهم. فعلا مشات المراحل مزيان في المحكمه وكان المهم كانت الدعوه مربوحه. بقات واحد السيمانه باش غداول غدخل المداوله كنتفاجئوا بالمدير ديال الدومين ديال الدار البيضاء راه تا هو ما بقاش هنا ديال 2014 كنتفاجئوا به بان راه كيتنازل على الاستئناف. تما كاين علامه استفهام كيفاش علاش تستانف ضدهم وحنا تحنا استانفنا ودرنا مقال مزيان وكيفاش تتنازل على الاستئناف. المهم ايدت المحكمه ايدت الافراغ الحكم ديال الابتدائي 2018. المهم كنتفاجئ بواحد القواش ما شاء الله فيها 150 ديال البشر جاو في المره الاولى بغا يفرغونا ما فرغوناش حكاك ثلاث مرات كيعطيو بحال الانذارات عاوتاني جاو المره الثانيه ما فرغوناش. واحد مشاو بحالياتهم واحد النهار تصيفطوا الخوتي خواتاتي في المدينه كاع ما كيسكنوا معانا وحنا خوتنا ثلاثه كنسكنوا في الديور ودايرين كل واحد عنده الدار ديالو. كتفاجئوا بالجندارم قال لك جيو انا باغي ندير معاكم واحد المحضر المقال بحال البحث. الدريه خواتاتي جاو من المدينه مجوجات وداك الشيء جاو كيعتقلوهم اعتقلوا الدري خويا واعتقلوا انا الاخ ديالي ما مشيناش. شداوهم المحكمه 11 جلسه يدوزوا في المحكمه 11 جلسه يدوزوا في المحكمه. شنو هي التهمه؟ قال لك حيازه عقار. حنا 50 عام حنا كنستغلوا الارض ولات حيازه عقار 50 عام وبنينا ودرنا فيها كوارة ودرنا فيها ديور وردينا صالحه للزراعه. صيفطوهم 3 شهور للحبس الخواتات والاخ ديالي 4 شهور. حنا بقينا بحال الفرار انا واحد الاخ ديالي. في 2020 كنتفاجئوا عاوتاني بالقوه الثالثه جات. جاو بالكلاب المدربه جاو ب 150 ديال جاو بقوه عموميه وفيها قوات الجندارم وداك الشيء دارونا انا اعتقلوني. قال لك علاش انت يا صيفطوني بشهرين ديال الحبس. جاو ديك النهار جاو بالتراكسات قال لك حيازه عقار الارض ديال الدوله طبقوا داك الشيء اللي عطاتهم المحكمه. المهم هي الدوله بقى الان في سميتها الدوله ما عندهمش حق باش يفرغوا لان علاش كاين الظاهر ديال 1913 ظاهر كي اي مواطن ما عندكش حق تدعي واحد والارض ماشي سميتك وتدعي وتفرغي من واحد الارض ديال الدوله. هادو مافيا عقار. نعم هادو مافيا عقار. هادو مافيا ديال العقار. هادو مافيا ديال العقار كيعرفوا كيفاش يلعبوا من فات المحكمه وكيعرفوا كيفاش يلعبوا في الادارات. المهم فرغونا دابا حنا كنعيشوا في التشرد. الخوت ديالي دايرين قياطن انا ثاني داير قياطن انا وليداتي دابا انا عام وشهر وربع شهر دابا في هذه المنطقه هذه اللي كنعيش فيها فواحد الياس لا حول ولا قوه الا بالله ما قديش نعبر لان علاش هادشي كيبكي هادشي كيبكي هادشي وليدات صغار والشتاء والبرد والشمس. انا كنطلب من صاحب جلاله ولا شي مسؤول كبير في الدوله اللي عنده غيره على الحقوق ولا وعلى راس صاحب الجلاله الله ينصره كنطلب منه لجنه محايده اللي دير اعاده النظر في هذه الاحكام كامله لان علاش لان غيطيح فيها عدد الرؤوس لان غيطيح فيها عدد الرؤوس المافيا ديال العقار. الارض دابا حنايا خاوين منها هي حدايا كنشوف فيها الصباح وعشيه وخاويه حيدوا منها الديور حيدوا منها البني حيدوا منها خلا واش فينا حاجه. البني اللي بنينا دي 50 عام وحنا كنستغلوها ما خلاوش فيها حاجه. انا كنطلب اعاده النظر الله ينصر سيدنا. السلام عليكم. الله يصوب لك ان شاء الله نتمنى الخير ونتمنى انك تسمع خبر كيفرح لان هذيك البنيه صغار كيناسوا هنا في هذا الميكا في هذا البلاستيك. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي في هذا هو البيت اللي كيسكنوا فيه هو عباره عن خيام من البلاستيك للاسف. نقربكم فقط من الصوره اذا كانت هي ارض من الاملاك المخزنيه فكيف يعقل ان شخص كيطالب بالافراغ لهذه العائله. شوفوا الناس كيفاش ولاو عايشين اذا غادي نكونوا وصلنا لنهايه المباشر مشاهدي قناه شوف تيفي. تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك. لا الوليدات صغار لا عمي.
ما عندهم دم في هذا الشيء، الله يصوب لكم. انتم دابا هذوما الملكه تعمروا، هذه هي الكوزينه ديالكم؟ الكوزينه ديالنا كما كان عندنا محل كدا شناهو فيه. ايوا محلات كبار ماشي محلات صغار ولا كاع كلشي راه. اذا تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك. تبغي تحط الرقم ديالك؟ الرقم ديالي بلاتي بلاتي حط الرقم ديالك. صفر كان شي واحد بغى يتصل بك ولا 06 64 64 31 37 37 31 31. هذا هو الرقم ديال هذا السيد اللي باغي يربط به الاتصال من طرف محامي او جمعيه حقوقيه يشوفوا هذا المشكل اللي عنده. غادي نكونوا وصلنا نهايه هذا المباشر. تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك.